ويعني اللي احنا بنقوله دي نجوم الزمالك مش راضية عن كثير من الامور، ودايما بقول ايه، كان الله في عون الجمهور. الجمهور اللي قاعد بيتشحتف عايز بطولة وعايز اللعيب ده يبقى كويس وعايز الادارة تبقى كويسة وعايز معرفش، وبيبقى عشمان وبيبقى يعني ثقته كبيرة في مواقف ويتفاجئ يتفاجئ يتفاجئ يتفاجئ. اتمنى من ادارة الزمالك تاخد بالها من الامور دي، مع الوضع في الاعتبار ان العقوبة فيها اجحاف، يعني اللي هيقول كلمة حق كتير قوي، 300,000 دولار قوي بجد. يعني لو قلت حتى 50,000 دولار ماشي، لكن 300,000 دولار من مكافأة اصلا نص مليون دولار كتير قوي بصراحة يعني. طيب هرجع تاني للاهلي، وبما ان الكابتن عفة فتح الكلام، فاحنا كنا قاعدين في المقصورة ومدعوين للمنصورة، دي مش الفي اي بي، ده دي الفي في اي بي، يعني في في اي بي وفي في في اي بي، يعني يبقى عدد قليل هو اللي موجود فيها يعني. فاحنا كنا موجودين في القصة دي والناس بتصور كل تحركات المقصورة يعني. احنا كنا، انا رحت سلمت على الناس اللي في الزمالك، كابتن خطيب من مميزاته انه هو راجل راكز جدا، حتى الاهلي ما كسب لا قام ولا تنطط ولا هو راجل قاعد ساكت، بص على طول بعد اللقطه دي بعد ما الاهلي كسب على طول مباشره، يبدو انه بيرد التهاني، حد بعت له ولا حاجه بيرد او حاجه. الناحيه الثانيه كابتن حسين لبيب برضه كان هادي جدا حتى بعد الخساره، الامور كانت هاديه جدا. في الناحيه الثانيه من الجانب الاخر من اداره الزمالك، بين الشوطين وقفت اتكلمت مع كابتن حسين لبيب على الازمه القائمه بتاعت الاثنين لعيبه وبتاعت ويعني وتمنينا طبعا الامور تخلص على خير ان شاء الله يعني. ده شايفين احنا الجرح اهو، النائب الجرح والسيد الضماطي اعضاء مجلس الاداره بعد المباراه مباشره زي ما احنا شايفين اهو. هنا خالد مرتجي، المهندس خالد مرتجي بيسلم على الضماطي، الضماطي انهمر في البكاء، معرفش يعني فجأة الضماطي لأنه بيبكي بشكل رهيب جدا بعد المباراة. هو كان رئيس البعثة، وكان ده طبعا مؤمن زكريا نجم الأهلي وكان قاعد معانا، ومؤمن خد بالك بيدي بهجة للقعدة، يعني عايز تتصيط اقعد جنب مؤمن، كل اللي يلمح مؤمن زكريا يسيب الدنيا كلها ويجي يسلم عليه ويبوسه بصراحة يعني. بص هنا الضماطي وبيبكي، اه كان عليه ضغط رهيب جدا لانه الاهلي كان خسران السوبر الافريقي، فيعني كان عنده امل ان يعدي المأزق ده بالفوز، وكان رئيس البعثه فعليه حمل كبير يعني كرئيس بعثه. وبعد المباراه كانت الفرحه شديده جدا في ناحيه الاهلي، وكان الزمالك على فكره مشغول جدا بالقصه بتاعت اللعيبه بتاعته، الاداره كانت مشغوله جدا جدا. انا وقفت مع النائب حسام المندوه بين الشوطين، الفتره اللي بين الشوطين كنا واقفين جوه يعني في اللونج اللي جوه، يعني الراجل كان بيحكي لي يعني انه بيحكي لي التفاصيل يعني بتاعت الازمة والقصة واملهم ايه يوم الثلاثة ان شاء الله تخلص ازاي، وانه مش هيسافر مش هيرجع غير بيهم هو والكابتن حسين لبيب، وحكي لي تفاصيل وحاجات. فيعني انا كنت شايف ان كان في ود في القعدة، كان موجود الاستاذ جمال علام رئيس اتحاد الكورة، وموجود الناس ممثلين الامارات هناك، وكان في كبار المسؤولين الاماراتيين موجودين، والسيد عارف العواني الامين العام لمجلس ابو ظبي الرياضي، ويعني وكان موجود اعضاء مجلس اداره اتحاد الكوره، شفت دينا الرفاعي، شفت الدكتور معقول الزهايمر اللي انا فيه ده في اعضاء مجلس اداره اتحاد الكوره، شفت الدكتور ايهاب الكومي، كان في الاستاذ خالد الدرندالي، وشفت الكابتن عامر حسين كان موجود برضو بصراحه. يعني كان الـ وكنت شايف حاله كبيره من الود موجوده جدا. اتمنى ان دي تبقى من انعكاس لكل حاجه يعني. في الاخر يا جماعه دي رياضه ودي كوره، الناس بتقعد تفسر كل حاجه على كيفها، كل حاجه يعني. من الصوره للكابتن حسين لبيب شفت اصله بيعمل ما اعرفش ايه، صوره ما اعرفش مين شفته، شبان قاعد مع الخطيب شفته، انت ما تعرفش اصلا احنا بنتكلم في ايه، احنا اتكلمنا في كل حاجه الا الاهلي.
اتكلمنا عن بطولات الاهرام والذكريات وعن الاستاذ ابراهيم حجازي الله يرحمه، واتكلمنا عن الـ 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 الشغل بتاع زمان، وحتى قلنا يعني هنعمل ايه في حاجات كده معينه خاصه بالاهرام وبالاستاذ ابراهيم حجازي الله يرحمه عشان نحيي ذكراه. يعني اتكلمنا في حاجات انسانيه كتير وحاجات يعني كزماله شغل. كابتن خطيب على فكره يعني اخر حاجه بيتكلم فيها الكوره، يعني اللي يعرف كابتن خطيب انا عشان خاطر يعني عشرة وناس ما تعرفش ان في عشرة وفي زمالة في مؤسسة كبيرة زي الاهرام يعني سنين طويلة. يعني كابتن خطيب لما تقعد تتكلم معاه اتكلم مع اخر حاجة اتكلم فيها الكورة، خد بالك يعني مش حصل احداث في المباراة وشيكابالا وجري ورام ربيع ولا كابتن خطيب مركز. كابتن خطيب قاعد، وبعدين على فكرة حتى اولاده وبيته واسرته كانوا بيكلموه واحنا قاعدين ولا بيرد على التليفون. تلاقي الاستاذ طارق قنديل جاي له المدام عايزه تسلم عليك تطمن عليك، اما كلمونيش لقى تليفون بيكلموك ما بتردش، والتليفون في جيبه ما بيردش، مش يعني ما بنته بناته كلمته وما اعرفش مين كلمه، كل شويه يقعدوا مجلس اداره يديله الدكتور محمد شوقي يديله التليفون، بيكلموه على تليفونات حتى زمايله في مجلس الاداره. فالراجل قاعد بسيط جدا وهادي جدا ولا بتاع شو ولا حتى اما جه يفرح المجلس ويتنطط ورايحين يبصوا له بس بالراحه كده وبهدوء وبتاع. ايه الصوره دي؟ يعني يقول لك الصوره بتاعت شبانه، وريني كده الصوره دي. وانا ما اعرفش مين اللي صورها، احنا قاعدين على فكره. انا بس عايز اقول يعني كابتن خطيب عنده ودن، يعني مش عايز اتكلم في حاجه يعني، فلازم اقعد قدامه كده عشان خاطر يعني يسمعني واسمعه واحنا قاعدين نتكلم يعني. فيا جماعه الرياضه والابسط واحلى بكتير من الشكل اللي الناس بتفسره على انه خناقات ومؤامرات وحكايات وروايات وقصص وحواديت. يعني كابتن خطيب شخصيه محترمه جدا، شخصيه لها مكانه عاليه جدا، شخصيه مؤدبه جدا، شخصيه اسطوريه ككوره. لو بتحب الكوره تحب الخطيب، لو بتحب الاداره تحب الخطيب، لو بتحب النجاح تحب الخطيب، لو بتحب التاريخ تحب الخطيب. انت قاعد جنب شخصيه لها مكانه عاليه جدا، ملوش علاقه بقى بالاهلي وبالزمالك وبالكلام ده كله، الزماله والحاجات دي لها واجب يعني. وبعدين انا ما شفتش كابتن خطيب بقالي فتره طويله يعني. فعموما وقعدنا هنا وقعدنا هنا وقعدنا هنا، بس الناس بتفسر على كيفها، الكلام بيتقال على الكيف يعني. عموما المباراه انا عجبني التنظيم وعجبني التزام الفرقتين والتزام مجلس اداره الفرقتين. والكابتن احمد سليمان حتى لما صرح وقال انه المباراه النهائيه كانت تعبر بشكل حقيقي وكامل عن الشكل الطبيعي للكره المصريه والعلاقات في الكره المصريه والالتزام بتاع الانديه في الكره المصريه. طيب انا ممكن اطلع فاصل سريع، خلوني اطلع فاصل سريع، بعد الفاصل هرجع اتواصل مع حضراتكم.